هي الشامي ضاربه في النادي الاهلي النهارده ليك دور كبير في الفوز على كاستا النيجيري والصعود للمربع الذهبي. شايفه ازاي المباراه النهارده وليه صعبت في الجيم الثاني؟ هي المباراه طبعا سهله، ما فيش فريق سهل في البطوله دي، بس احنا كنا مركزين طبعا دور الثمانيه ده بطوله مش سهله خالص، اللي بيخسر بيطلع، فطبعا احنا تركيزنا بيبقى عادي قوي فيها. يمكن الجيم الثالث ابتدى المستوى ينزل شويه، بس دي حاجه خدتنا عشان الماتشات الجايه هتبقى كلها ضغط وكده، فنبقى متعودين. طب ليه ايه اللي حصل من الهبوط في الاداء في الجيم الثالث بالذات؟ ممكن استقبالنا وقع شويه، ما كناش بنخلص كل الكور اللي بتجيلنا الكونتر اتاك يعني، بس الحمد لله في الاخر قدرنا نظبط نفسنا وصلنا سيمي فاينل امام حدود الاناديب. النادي الاهلي 7 ألقاب، حدود الاناديب 7 ألقاب، هم اكثر نادي حققوا البطوله في التاريخ يعني، وانت كنت طبعا شاهده على فتره كبيره، شايف ازاي السيمي فاينل ده؟ طبعا هو مش سهل خالص، هيبقى بطوله صعبه يعني، السيمي فاينل هيبقى صعب جدا، فرقه تميز ببلوكات وضرب واستهلاكهم كويسه، فاحنا ان شاء الله هنركز قوي دلوقتي وهنشتغل عليهم ان شاء الله. ايه اكبر نقطه قوه في الفريق ده عشان انت نوصل ان شاء الله للمباراه النهائيه؟ الكوره دي بالكوم يعني، بالكوم شايفاه بالكوم عالي، فرقه ما بتيأس برضه، بتلعب لغايه اخر نقطه، حتى لو كسبانين فرق كتير بيلعبوا لغايه اخر نقطه. المباراه النهائيه ان شاء الله لو عدينا، تتخيلي ممكن مين النادي الاهلي يواجهه؟ لان في الناحيه الثانيه سيمي فاينل ناري بين بريزونز وطبعا قرطاج. كان هيبقى فرقه قويه، الفرقتين كويسين قوي، واحنا ان شاء الله بس نعدي بكره ان شاء الله، ونبقى مستعدين لها ان شاء الله. ربنا يوفقك ان شاء الله.